الله أكبر. من هنا مر الجيش السوري، من هنا مرت دبابات وآليات الجيش الأسدي وهي متجهة إلى قرية الحويس. الله أكبر. قرية الحويس المنكوبة بعد 4 أيام من القصف المتواصل على قرية الحويس، قرية صغيرة. مرت حلول الجيش الأسدي. الله أكبر. الله أكبر. انظر ماذا خلفوا حلول الجيش الأسدي. هذا الكهرباء، خزان الكهرباء قد حرق. وقد بقيت القرية بدون كهرباء، والشرطان الكهرباء قد قطعت بسبب القصف العنيف الذي ذاقته قرية الحويس في هذه الأيام الماضية. أما مشروع المياه، ماذا حصل في مشروع المياه؟ أما خطوط الهاتف وقوامات الحياة، لننظر ماذا حصل لمشروع المياه. هذه آثار الطلقات. مشروع المياه الذي يضخ المياه لقرية الحويس وعدد كبير من قرى سهل الغاب. انظروا إلى آثار القصف على مشروع المياه الحويس. حرب بربرية. إيش إنه هذا النظام الغاشم على قرى المعارضة لهذا النظام؟ هاي آثار القصف على مشروع مياه قرية الحويس. وهذا منزل قد حرق وتعرض للقصف على أيدي ميليشيا الأسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. منزل أحد المواطنين الآمنين دخلت عليه قوات الأسد فقامت بحرق هذه الغرفة، وبعد أن خرج. الله أكبر. الله أكبر. يا الله، هذه أحد المنازل، لا تزال الجدران ساخنة بسبب الحرق الذي تعرضت له. وبعد أن خرج النظام الغاشم، قام بقصفها بطلقات من الدبابة كانت موجودة هنا. هذه آثار تخريب، آثار تخريب في المنزل. الله أكبر. آثار تخريب والدمار. من هنا مرة جنود الأسد. بعد كل هذا يريدون منا أن نفاوض على بقاء بشارة وعدم بقائه، إذا كان هذا ما يفعله بالمواطنين. الله أكبر. الله أكبر.
هذه أثار قذائف على الغرف التابعة لمشروع المياه. الله أكبر الله أكبر، أثار قذائف على غرف التابعة لمشروع المياه قرية الحويس.